دكتور محمد شوقي اللي يعني هقول لك ايه، كل اللعيبه تعباك. انا عارف اللعيب يروح عند اوضه الدكتور يقعد يريح، وتحس ان هي اوضه ايه، الراحه النفسيه بتاعت اللعيبه. كويس، شفت الانجاز التاريخي ده ازاي؟ هو الحقيقه لسه بنشوفه لغايه دلوقتي. يعني كان حاجه كانت صعبه جدا، ضغطنا لمده تقريبا 6 شهور تمرينات صبح وبالليل. لعيب مثلا زي ابراهيم المصري تقريبا ما فقدش اي تمرين الا 3 ايام، كان تعبان عنده برد، انما بيتمرن صبح بالليل وهو سنتر ديفنس، فهو يعني كل التمرين كتير جدا بيبقى قايم عليه في تمرينات الدفاع. فلا يعني لود جامد جدا. اول ما يعني اتصفرت الصفاره بتاعت النهايه، الواحد حس ان هو ريليز، يعني فك كده وريح خالص، ان اللود ده الحمد لله ربنا كرمنا بيه. بصراحه شديده ما كنتش قلقان وشايف 14,000 متفرج اول ما نزلت ارض الملعب. يمكن انا كلمت كابتن هاني قبليها وقلت له ان احنا ان شاء الله هنكسب، يعني ما كانش عندي اي شك ان احنا مش هنكسب. بدايه اللعيبه من قبليها بيوم، لا هو كل الناس بتتكلم هاندبول هاندبول هاندبول، اللعيبه الصغيره بتتكلم مع بعض هنعمل ايه في الماتش، اللعيبه الكبيره مجمعه بعض. الغرفة بتاعتي هي غرفة الاجتماعات، راحة نفسية. انا عارف. انا سيب لهم الغرفة ساعة ساعة ونص كده، هم بيعملوا اجتماعات مع بعض قبل الماتش بيوم، دي بتبقى الحمد لله كان فيها الخير على طول قبل الماتشات التقيلة الحمد لله.